نزوروا في قرية الحطيبة ببلدية أم العظام، التقينا هذا الطفل من أطفال هذه القرية. ممكن تورينا اسمك؟ اسمك؟ خليفة. خليفة وشنو كنت؟ وش وين ساكن أنت؟ وين؟ ساكن من هي. وين من هي؟ وين؟ اسمها؟ الحطيبة. في الحطيبة. راك تقرا؟ وعلاه ماكش تقرا؟ المدرسة الأول. كاش المدرسة؟ والو. وش تقول للمسؤولين؟ وش تقول لهم؟ مسؤولين وش تقول لهم؟ تقول لهم من فضلكم افتحوا لي المدرسة ونقرا. قداه عمرك؟ قداه؟ عمرك ماكش عارف قداها؟ 5 سنين، 6، 7، 8، فاه زايد فاه. إذا هذه عينة من عينات قرية الحطيبة بلدية أم العظام. هذا ايش قلت لي اسمك؟ خليفة. الخليفة يمثل كاع أطفال الحطيبة. كاين الأطفال هنا في الحطيبة؟ كاينة كيما أنت يا كاين الأطفال. إذا هذا عينة من عينات قرية الحطيبة بلدية أم العظام. كيما رانا نشوفوا بدون مدرسة لا دراسة لا والو في الحطيبة، والأطفال يعانون ومستقبل الجزائر هذه عينة من العينات.